العاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد والتصدير بمختلف تخصصاتها وقطاعات نشاطها، في تشجيع الاستثمار المنتج والخالق للثروة المحلي والأجنبي، والرفع من تنافسية المؤسسات الجزائرية ودعم ولوجها الأسواق الأجنبية. وقد خص لقاؤنا اليوم فئة المؤسسات الناشئة التي تحظى بقسط وافر من الاهتمام من قبل مختلف هيئات الدولة المكلفة بتأطيرها ونشاطها على الصعيد الوطني والدولي، بل وتحظى بالدعم المطلق لسيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، الذي يسدي في مختلف المناسبات تعليماته الصارمة وتوجيهاته السديدة لتوفير الدعم اللازم لهذه الفئة وبذل كافة الإمكانيات التي تتيح لها النهوض بذاتها وتحقيق القفزة النوعية في مختلف المجالات الريادية التي برع فيها شبابنا.